السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة فيها حاجة حلوة مع نور على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بأتم صحة وحال، ويا رب دايما منورينا ومبسوطين معانا وموفرين كل فلوس ووقت وجهد من كل ما نقدمه لكم. طيب قبل اي حاجة ما نبدأ، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل اللايك، واللي مش مشترك معانا يا ريت يشترك وينورنا وينور عائلتنا الجميلة المتواضعة. وما تنسوش بس اهم حاجة تفعلوا الجرس عند كلمة الكل عشان يوصل لكم كل الاشعارات حصري، وتبقوا انتوا اول الناس المستفيده بالعروض ومستفيده بالخصومات والتخفيضات والحاجات المجانيه اللي احنا ان شاء الله باذن الله بنعرضها لكم اول باول حصريا ليكم انتوا بس. طيب هنبدا بعد كده ونقول ايه بقى؟ هنقول ان انا جايبه لكم مكان لاول مره معانا حصريا يا جماعه. المكان ده موجود في مصر القاهره، في تحديدا محطه الالف مسكن، تحديدا بالظبط امام محطه مترو الالف مسكن، تمام؟ في الدور الثالث، بجوار مقلة المدينة يا جماعة، تمام؟ أولا السنتر ده هو سنتر علاجي مجاني عشان بس تبقوا عارفين، هم بيعملوا دعاية لنفسهم وأنا رحت بنفسي، كنت باخد أنا ووالدتي علاج طبيعي هناك. عايز أقول لكم إن هي شركة كورية، هتشوفوا تفاصيلها دلوقتي معانا وهي بتشرح الأستاذة معانا، هتشوفوا تفاصيل الشركة وهتشوفوا العروض اللي هم عاملينها. عاملين بجد حاجات حلوة جدا جدا. الناس اللي عندها مشاكل في الرقبة، المشاكل في الرجل، المشاكل في الظهر، العمود الفقري، السرير اللي جايبينها وعرضينها دي المفروض اللي هو سرير عشان خاطر الفقرات، تمام؟ كل الكلام ده مجاني من نوجا بيست. شركة نوجا بيست هي شركة كورية يا جماعة مش مصرية، بتقدم دعاية مجانية ليها عشان الناس اللي حابة تشتري بعد كده منتجاتها تكون جربت الخدمة وجابت نتيجة فعالة معاها، وبعد كده تقدر تشتري المنتجات اللي هي عايزها. طبعا بيبيعوا أكتر من منتج، يعني بيبيعوا حزام للعمود الفقري وللرجل، بيبيعوا شازلونج اللي هو السرير الشازلونج اللي هو للفقرات للعمود الفقري، بيبيعوا منتجات تانية كتير هنتكلم عنها دلوقتي حالا في المحاضرة وهتشوفوها بنفسكم. فيلا بينا نبدأ. ماشي، احنا شركة كورية بنخلي ناس تيجي تجرب الجلسات عندنا مجانا كدعاية للشركة. أول جهاز بيجربوه هو السرير ده، الجهاز اسمه NM4000، ده بيعمل مساج وضغط وتسخين للعمود الفقري. الشغل كله بيكون على العمود الفقري، بس عن طريق الظهر، عن طريق العمود الفقري احنا بننشط الاعصاب الواصله للجسم كله. يعني الجهاز بيفيد القولون، الكبد، المعده، لو في الفقرات معطله على الايد او الرجل، لو بس الفقرات ارتاحت هتلاقي بعد كده التنميل ده ابتدى يقل، الالام الموجوده في بقيه الجسم بتقل، لان اساس الجسم هو العمود الفقري. زي الصوره اللي انتوا شايفينها دي بتشرح ازاي ان في اعصاب كتير خارجه من ما بين الفقرات واصله كل الاعضاء، وده الاهتمام هنا. المساج بيريح العضلات وبيفك التشنجات اللي بتكون موجوده او الكرامبس اللي موجوده في العضلات. بعد كده اللي ماشي تحت الظهر او في الجهاز، القطعه الداخليه اللي هي تحت دي، الجهاز ده عامل زي صابع الايد عشان يضغط على الفقرات، وهو عباره عن احجار طبيعيه، احجار اسمها تلمانيوم. دوره انه بيدي للجسم حاجه اسمها فار انفراريد، اشعه تحت حمراء زي اللمبه الحمراء بتاعت العلاج الطبيعي. فدي بتعمل ايه؟ بتنشط الدوره الدمويه وتوسع الشرايين، فبالتالي تنشيط الدوره الدمويه ده بيخلي الدم يمشي احسن في الاعصاب، في الاورده كلها، في الشرايين كلها. وبالتالي لو في كوليسترول زياده، سكريات زياده، او املاح زياده، دي نسبتها زياده. فهو جهاز رياضي، كاني انا نايمه كاني عملت رياضه. هو بيسخن الجسم زي كأني رحت ساونا او عملت اي حاجه بتسخن، خدت شاور سخن فجسمك فك. فالجهاز عامل زي ايه؟ زي فكره انك عملتي رياضه ريحت لك اعصابك، العضلات فكت، الدم ابتدى يتنشط، زي اي مساج ممكن تروحي تعمليه، او الجلسه اللي بتعمليها في فندق او سبا او ساونا. الجلسه دي بتروحي تعمليها ب 200 جنيه مثلا، حلوه جدا ان هي بتفك الاعصاب وترتاحي بعدها، تعرفي تنامي كويس. بس هنا مفيش حد بيعمل لك المساج، هو السرير هو اللي بيقوم بده. جهاز اوتوماتيك، وقت ما تحسي انك خلصتي واقفه في المطبخ تعبانه خلاص الجهاز عندك في البيت تعملي جلسات عليه. فاحنا بنخلي الناس تيجي تجرب هنا الجلسات عشان بعد كده الجهاز ده يبقى معايا في البيت طول الوقت بستخدمه، مش فتره معينه. طب والناس بقى هتبتدي تسال اسعار الجهاز لما يجوا يعرفوا عشان لو سمعوا السعر دلوقتي هيقولوا ايه ده؟ لا ده غالي، لا ده رخيص. ما هو ما يعرفوش، لازم تيجي تجربي الاول تشوفي نفسك. احنا بندي للناس جلسات مفتوحه مجانا لما انت تقتنعي، تمام، وتقولي تمام انا عايزه الجهاز ده معايا في البيت بتاخديه، او تيجي تاخدي الجلسات مجانا بس مش لازم.
لو عملت لنا دعاية وجبتي صحاب وجبتي ناس، أيوة، ده بيخليكي تاخدي جلسات معانا على طول، مش لازم تيجي تاخدي الأجهزة معانا في البيت. بس أنا بستفيد بالأجهزة في البيت ليه؟ عشان إحنا طول الوقت بنقعد غلط، بنشيل حاجات تقيلة، بنجهد جسمنا، ما بنلعبش رياضة. لو حد بيلعب رياضة عمره ما يجي لنا أصلا، مش هيحتاج المساج ولا الضغط. طب الكلام دوت السليب دوت او المساج ده لاي عمر؟ لاي عمر؟ امن يعني لاي عمر؟ هقول لك الاعمار، لو على السرير مش المرتبه والحزام، السرير اول سن 18 سنه تمام، لكن المرتبه والحزام عشان هم احجار طبيعيه بتنامي عليهم. هجاوبك السؤال ده بس تمام، عايزه اكلمك عن السرير الاول عشان ده اهم حاجه. بالظبط تمام، السرير ماشي بزاوية ميل معينة اللي هي 40 درجة تمام، عشان تحسي كأن في موجة بتتحرك تحت ظهرك بتستعدل الفقرات، يرجع العمود الفقري للشكل الطبيعي اللي هو حرف الاس مفتوح. وبيعمل افكار قديمة موجودة في الطب الشرقي القديم، فكرة ان يحطوا نشارة خشب ونسخن على الجسم عشان تسكن الألم، توشط دورة دموية، افكار زي الضغط بالصوابع او الكايرو براكتيك، ان دكتور كان في دكتور بيضغطلك بايديه على الفقرات. فالجهاز بيعمل محاكاه للافكار دي، يعني تقليد للكلام ده. اهم ميزه مميزه عن اي جهاز مساج تاني ممكن تلاقيه في السوق ان احنا لجوه السرير احجار كريمه، الاحجار دي بتخرج حاجه اسمها تحت الحمراء. الاحجار الكريمه الطبيعيه دي بتخرج اشعه تحت الحمراء اللي احنا اصلا المفروض بنستمدها من الشمس. بالظبط، صح، احنا ما بنصحاش بدري ولا بنلبس خفيف، لازم تبقى لابسه خفيف جدا عشان 14 مللي بس من الشمس تمام، لكن التورماليوم او الاحجار بتاعتها بتوصل حتى 40 ل 70 مللي تمام، تقدر توصل كانها 7 فوق العمق بتاعها اللي هو داخل الجسم يعني. بالنسبه للجسم تمام، خففي الالم تمام، طول ما بحافظ على درجة حرارة جسمي مظبوطة. لو انا رياضي بقى ما باكلش اكل، ما بوقفش في اكلي وبظبط التغذية بتاعتي، درجة حرارة جسمي مظبوطة فما فيش اوبيزيتي، سمنة، خلايا سرطانية ما بتكونش في جسمي، على طول الاحساس واصل لكل الخلايا، الاعصاب كلها سليمة تمام. وده الفرق ما بين البادي اكتف اللي هو الجسم اللي على طول فيه اكتيفيتي، انا بلعب تمارين بتحرك تمام، واللي هو الستوب خالص لحد جسم توقف الميت من ديد بودي، ده هتلاقي جسم درجه حراره 27 يعني مفيش اصلا حراره ساقع. شخص السخن، الشخص الحي، ده الدم عنده نشط، ما عندوش الام تمام، مفيش دهون بتتكون. دي فكره نوبه، بس جهاز رياضي، جهاز مزاج بس يصلح لكل الاعمار، مش شرط التعبان يجي ياخد جلسه، لو حد سليم عشان اقوي مناعه بعمل وقايه. لو معايا جهاز في البيت باخد جلسات براحتي وقت او في اي وقت يعني، فبنصح الناس تيجي تجرب الاجهزه. يعني الطبيعي كام جلسه للانسان العادي وللانسان المريض؟ اقل حاجه 15 ده للانسان اللي هو العادي اللي ما فيهوش حاجه. 15 جلسه على حسب كل حد، على حسب مشكلته طبعا. طب انا مثلا انا الحمد لله ما عنديش حاجه تمام، وعايزه اخد الجلسه عشان انشط الدوره الدمويه. كل يوم محتاجه تاخدي جلسه، كل يوم محتاجه تنشطي الدوره الدمويه بالرياضه طبعا تمام، بدل الرياضه ما فيش قادره، الناس الكبيره في السن العواجيز مش قادرين ينزلوا يعملوا تمارين ولا رياضه، خلاص يبقى معاهم حاجه بتسخن الجسم لوحدها، حاجه اسمها نيجاتيف اكسرسايز، رياضه. فده جهاز رياضي كل يوم تاخدي جلسه عليه. عشان كده كم دقيقه؟ 40 دقيقة. 40 دقيقة اقل حاجة افضل قاعدة على الجهاز ده للانسان العادي او الانسان اللي هو مش عادي؟ هي جلسة مدتها، هي الجلسة اصلا 40 دقيقة كل يوم لمدة 15 جلسة، يعني 15 يوم. طب ده يتاخد مثلا ممكن اخده يوم ويوم، يعني يوم او يوم لا، او براحتك. لو انت حد سليم عادي، بقول لك مسايز رياضة عادي، المفروض لو حد فاهم يعني ايه رياضة، بلعب رياضة كل يوم هريح يوم او يومين بس في الاسبوع تمام، اول 3 ايام ورايح يوم يومين ورايح. طب سؤال مهم، انا لازم اكون مثلا مش واكله قبلها بساعه ساعتين ولا ده ملوش علاقه بالاكل؟ تفضل قبل اي تمرين هتعملي ما تاكليش، خاصه من السرير انت نايمه. بصي نايمه ازاي؟ ايوه فلو هتنامي على الجهاز بالشكل ده مش هينفع تبقي واكله قبلها، لان ممكن يحصل ارتجاع. تمام، يعني قبلها مثلا بساعه ساعتين ما اكونش واكله اصلا، صح كده؟ شوفي تكتبي بقى العنوان والتليفون. انا هكتب العنوان. طب المواعيد بقى، مواعيد يوم من 9 ل 5، كل يوم من 9 الصبح للساعه 5 مساء كل يوم، مفيش اجازه. الخميس
بس على اثنين، والجمعه اجازه. الجمعه بس هو اللي اجازه، الجمعه بس. طيب ماشي. في مثلا اي حاجه لما بيجي مثلا ايه هو اللي ما فيش ترميه مثلا بياخده من عندكم او بعد الجلسات او أيوة حاجه كله ده يعني. اللي طيب. اللي مركبه شرايح مثلا في العمود الفقري، وايه تاني؟ الحوامل اللي عندهم سرطان بعد الشهر، درجات معينه اللي هم اللي ممنوعين من الحراره او يعني تستشير الدكتور الاول. تمام. وايه كمان؟ مين تاني ممنوع يجي لكم؟ مريض الصرع ممكن تحصل لو بقت دي هنا في الانتر، ومريض الصرع ممنوع يجي. تمام كده. اي حد بعد كده غير دول بخلاف دول؟ واكيد مريض القلب صح ولا ايه؟ اللي مركب جهاز تنظيم ضربات قلب، لكن اللي عنده عامه او قلب مفتوح او اي حاجه. دعامه او قلب مفتوح عادي، لكن جهاز ده عايزه فهمت التسريب بتاعها مجرد جهاز مفاش. بس انت عارفه بنفهم الناس عشان يبقى عندها وعي، عشان ما يخافوش برضه، عشان ما يخافوش وما عندهمش وعي، لان اكيد الاسئله دي هتتسال. فاهمه ازاي؟ يعني مليون المية هتتسال، يقول لك واللي عملت بس عمليه قيصريه ياثر عليها، واللي مش عارفه عملت ايه ياثر عليها، واللي عندها ضغط مثلا ياثر ولا ما ياثرش، اللي عنده سكر ياثر ولا ما ياثرش. الجهاز بيفيد اصلا مريض السكر والضغط، لان هو بسخن الجسم، الحراره دي بتنشط الدوره الدمويه. تمام. فبتقلل نسبة السكريات والأملاح الزيادة في الجسم. تمام. طب هو دلوقتي مثلا هيجي ياخد 15 جلسة عندكم، سواء بقى كل يوم أو يوم يوم، بعد كده يجي يكررهم إمتى؟ تاني. بس احنا هنحدد الحاجات دي مع الناس. انتوا يعني اللي يجي انتوا هتحددوا له تمشوه على نظام صح كده؟ أستاذة سيمون يا جماعة هي اللي كانت معانا شرحها. عموما هتلاقوا الرقم، عموما هتلاقوا الرقم وهنحط لكم الرقم وهنحط لكم العنوان واللينك لو في لينك او في اي حاجه. الايام دي قبل الناس ابتدت تهتم بصحتها اكتر، عشان كده بقينا بنسمع كتير عن الاجهزه الطبيه. طبعا مهم جدا نعرف عن الشركات اللي بتصنع الاجهزه دي وبتصنعها ازاي. المنتج اللي هنتكلم عنه النهارده هو من ضمن منتجات شركه منجر اسف، وهي شركه متخصصه في صناعه الاجهزه الطبيه. دلوقتي بسبب زياده متوسط عمر الانسان عن قدم، الناس ابتدت تهتم اكتر بالمنتجات الطبيه وتستخدمها اكتر. عشان كده عايزينكم دلوقتي تسمعونا كويس وتركزوا معانا. ودلوقتي بقى بنشوف ناس كتير نفسها يبقى عندها على الاقل جهاز واحد من الاجهزه الطبيه دي في البيت، لكن طبعا المبالغ في الاعلانات بتخلي الناس لما بتشتري الجهاز ممكن تلاقيه مختلف عن اللي شفته في الاعلان، وده بيخلي الناس ما تصدقش ان عندك الليت السرير ده لكم الحقيقه بس بدون اي مبالغه. دلوقتي بقينا بنشوف انواع كتير من الاجهزه الطبيه، وعشان الجهاز ده حاجه مهمه جدا وانتم بتشتروا، احنا النهارده هنكلمكم عنه اكتر، ونتمنى المعلومات تساعدكم وانتم بتختاروا نوع الجهاز. والمنتج اللي هنتكلم عنه النهارده من شركه جوجا بيت هيضيع كل الحيره او القلق عندهم بخصوص مبالغه كلام الاعلانات. كلنا طبعا نفسنا نعيش كتير، لكن الاهم هو اننا نعيش حياتنا كلها بصحه كويسه. ودلوقتي هنتعرف على المنتج اللي هيساعدنا على كده. بس الاول ما ينفعش ان احنا نتكلمش عن شركه جوجا بس، ينفع بس دايما نعمل ابحاث عشان تقدر تقول لك يا استاذ كل الناس بتطور من نفسها طول الوقت. ده اللي خلى المنتجات فعلا حاجه اساسيه ومن ضمن كل الناس. وطبعا اكتر حاجه بتميز منتجات جوجا بس هو حجر الكرومانيو اللي واخد شهاده برامج اختراع والناس كلها بتعترف بيه في كل بلاد العالم. والمنتج اللي هنتكلم عنه النهارده هو ام 4 اللي جوجا بس صنعته بخبره وجوده عاليه جدا. فعلا. وكمان في حاجه ثانيه بتزود ثقه جوجا بس في نفسها وفي منتجاتها. المبدأ الأساسي اللي عملوه الفرق هو تقويم صادرات الأطباق الشركة.
نحسن المرضى بتاعتنا نفسه. وطبعا زي ما انتم عارفين ان اهم حاجه عشان نحسن صحتنا هي اننا نحافظ على المبدا ده كويس. واكثر شركه بتهتم بالمبدا ده وبتحافظ عليه كويس هي شركه نوجابس. فعلا الاول ممكن بس تفهم كويس قوي المبادئ الاساسيه للعمود الفقري، وبعد كده صنعت منتجات بتعالج العمود الفقري على اساس المبادئ دي. وطبعا اهم حاجه واحنا بنختار منتج يعالج العمود الفقري هي اننا نتاكد ان المنتج ده فعلا بالظبط كده. وعشان كده قلت لكم لازم تاخدوا بالكم من المنتج ده كويس. ومنتج العلماء عملوا ابحاث كتير واثبتوا كل الكلام ده بالدليل العلمي. هنوريكم الدليل ده حالا. الاكاديميه الطبيه بجامعه ميتشينكوف في روسيا، وهي جامعه مشهوره جدا وكمان مستشفى وانز في كوريا الجنوبيه، قدموا الاجهزه العلميه دي وبكده تكون خلصت حلقتنا. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب دايما عند حسن ظنكم. واللي عجبته الحلقه وحابين نكتر من المحتوى اللي زي ده يا ريت يكتب لنا في الكومنتات ويشاركنا ويقول لنا ايوه كتروا من المحتوى ده حابينه. واللي عايز اماكن اكتر من كده ان شاء الله اكيد هندور عليها ونشوفها لكم وهنجيبها لكم. ودي الناس كلها اللي اشترت من عندهم المنتجات واستفادوا بالعروض والخصومات، واستفادوا كمان من البرنامج العلاجي المجاني المكثف اللي انتم بتعملوه ان شاء الله. على فكره ما لهمش سن محدد ولا ليهم مثلا عمر محدد، هم متواجدين كل يوم على فكرة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 10 مساء او 9 مساء.